الحكومة الحبس والغرامة لكل من تزوج أو زوج أطفالا أقل من 18 عاما. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور. وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب اختار النيابة العامة بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ 18 عاما وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها مرفقا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه كل من تزوج أو زوج ذكرا أو أنثى لم يبلغ أي منهما 18 عاما وقت الزواج. وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليا عليه بسبب الولاية. يعاقب أيضا كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يعد الطفل مسؤولا مسؤولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة بمضي المدة. معنا للتعليق عن هذا الخبر الكاتبة الصحفية الأستاذة هبة عبد العزيز. أستاذة هبة مساء الخير. مساء الخير على حضرتك. يعني بتأكيد قانون هام جدا لردع جريمة الزواج المبكر للأطفال، خصوصا الفتيات، واللي بينتج عنها الحقيقة كوارث اجتماعية بتؤثر على الفتاة نفسها وعلى الأسرة وعلى المجتمع أيضا. أهمية هذا القانون من وجهة نظرك والعقوبات اللي جت في مشروع القانون؟ الحقيقة أنا شايفة أنه المشروع يعني أو القانون يعني مهم جدا 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 جدا، لأنه زي ما كنت لسه حضرتك بتتكلم أنه هو بس مش بيأثر على الفتاة أو على عائلتها، ولكن هو بيأثر على المجتمع ككل، لأنه يعني احنا يعني المفروض أنه المجتمع بيتكون يعني من مجموعة من الأسر، والأسرة دي هي نواة المجتمع، والأم هي يعني العمود الفقري لهذه الأسرة. فلما تكون الأم فتاة صغيرة يعني لا يتعدى عمرها 18 سنة لسه، ففين الخبرة ان هي هنا تبقى ام وتقدر ان هي تدير البيت وتربي الاولاد. فالحقيقة ده غير طبعا المشاكل الصحية اللي هي ممكن تتعرض ليها، غير امور كتيرة جدا جدا، ويمكن يعني فيها بعض المشاكل اللي يمكن اللي بتتصل بالحكايه دي تحديدا بشكل مباشر او غير مباشر، زي مشكله التسرب من التعليم وغيرها كتير. فالحقيقه من هنا بشوف انه الحقيقه القانون مهم جدا، تغليب بعض العقوبات او حتى استحداث يعني عقوبات يعني كمان ما كانتش موجوده اصلا. فشايفه الحقيقه ان الموضوع ده يعني مهم وبيصب في صالح بقى المجتمع ككل. وفكره انه يمكن احنا لغايه وقت قريب برضو احنا كنا بنتعامل مع الموضوع شويه يعني مش عايزه اقول بشكل عشوائي، ولكن يعني بشكل برضو غير جدي، في حين ان احنا كان الحقيقه يعني نسبه زواج الفتيات القاصرات نسبة مرتفعة، وخاصة في نجوع وريف مصر. لكن الحمد لله يعني القانون ده احنا كم يعني انا حسنه انتصار صراحة، يعني بقالنا كتير جدا كنا بننادي بيه وانه يطلع يعني في شهر يعني مبارك زي شهر رمضان. الحقيقة انا شايفة انه الموضوع يعني بجد موضوع مبهج يعني الحقيقة، يعني سواء على المستوى الانساني او على المستوى القانوني حتى، او يعني على المستوى الاخلاقي الحقيقه، يعني لانه يعني فكره الزواج القاصرات دي مشكله كبيره جدا جدا جدا، بتعرض يعني مشاكل صحيه كتير. يمكن سياده الرئيس الحقيقه عبد الفتاح السيسي كان اشار يمكن للموضوع ده في اكتر من يعني في اكتر خطاب له واكتر من حديث، كان بيتكلم عن فكره الصحه الانجابيه، لانه يعني يمكن يعني حضرتك وكثير من المستمعين يعني اكيد عارفين انه يعني الصحه الانجابيه انا كل ما يعني بتبقى فيها فاتوره كبيره جدا جدا الدوله بتدفعها لما بيتولد طفل معاق او عنده مشكله صحيه، طبعا نتيجه انه الام طبعا اللي هي يعني فتاه قاصره لسه صغيره لسه يعني جسمها مش مستعد ان هي يعني تتحمل يعني الالام الخاصه بالحمل او تتحمل الحمل يعني في حد ذاته، لانه عمليه مرهقه جدا جدا الحقيقه، ومحتاجه انه يعني ان هي تكون
يعني صحتها كويسة وعقلها كويس يعني تكون امرأة كاملة، يعني مش فتاة صغيرة يعني تقوم بالعملية دي. فطبعا بيبقى في أو بنشوف بقى مشاكل صحية كتير، سواء على المستوى النفسي أو يعني أو الإعاقات حتى الذهنية، أو حتى مشاكل بقى صحية كتير، والحقيقة بتكون فاتورتها مكلفة جدا جدا. ففكرة إن احنا نطبق يعني قانون خاص بتجريم يعني واعتبار ده عقوق يعني جريمة الزواج من زواج من القاصرات، شايفة الحقيقة إنه يعني شيء مهم جدا. أولا يعني كمان يعني أولا وأخيرا هو بيصب في صالح المجتمع، وأيضا كمان يعني من ضمن الاهتمام بالمرأة المصرية طبعا، ويعني الحقيقة وتمكينها يعني، واللي احنا شايفينه نعم يعني موجود من القيادة السياسية على مدار ال7 سنوات اللي فاتت الحقيقة يعني. تمام. وبياتي الحياة يعني امتدادا للمشاريع القوانين والقوانين اللي بتجرم يعني المساس بحقوق الفتيات والنساء. يعني شفنا قانون ضد التحرش، قانون ضد الختان، وهذا القانون ضد زواج القاصرات. يعني يمكن في اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية ومن المشارع المصري بحقوق الفتاة وعدم المساس بها. نعم فعلا يعني الحقيقه يمكن يعني انا دايما يمكن بقولها الحقيقه، وهو مش مبالغه ابدا، انه احنا في يعني في عصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه المراه المصريه بتعيش يعني فتره من ازهى فترات يعني حياتها، لانه زي ما لسه حضرتك كنت بتقول، بس لو احنا اتكلمنا بس عن الجزء التشريعي، احنا يعني خلال الفتره اللي فاتت احنا يعني صدر يعني عدد من القوانين، او حتى تم تغليظ العقوبه يعني على بعض الجرائم اللي ما كانش اصلا بيحاسب عليها القانون، او ما بيعتبرهاش جريمه في حق المراه قبل كده. فممكن احنا يعني بس احنا بنتكلم في ال7 سنين اللي فاتت، احنا يمكن كنا بالنادي من ده، يمكن جدتنا من كمان بينادوا بيه من 30 ومن 40 ومن 50 سنه. فالحقيقه انا شايفه انه ده طبعا انجاز كبير جدا، طبعا جنب انجازات تانية كتير يعني على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي ايضا، ولكن الحقيقه الانجاز بتاع النهارده ده تحديدا يعني يستحق يعني يعني بجد الاحتفال بيه والسعاده. بس بقول لحضرتك بجد ان هو خبر يعني مبهج جدا، يمكن بحكم شغلي انا تحديدا يعني، لان شويه كان في القضايا اللي هي خاصه بالمجتمع والمراه، يعني الحقيقه كان نسبه المشاكل كبيره جدا جدا الحقيقه سبب زواج القاصرات، لان كمان النسبه كانت يعني الحقيقه نسبه مرتفعه. يعني انا افتكر اعتقد كان في احصائيه خاصه ب 2000 اعتقد و17 2018 النسبه كانت تعدت ال 100,000 في العمر اللي هو تقريبا ما بين يعني ما بين 13 ل 17 سنه. يعني المثير كمان او اللافت للنظر بقى يعني لحضرتك، انه كان كمان يعني في الوقت ده ممكن بيتم الطلاق بعد اقل من سنه، فما كانش يعني بيتم توثيق الزواج ولا بيتم توثيق الطلاق. وكان في برضه نسبه كبيره يعني الحقيقه من الفتيات دي كانت يعني تخلف طبعا يعني عندها اولاد، بالظبط بينتج عنه مشاكل كثيره. نعم كثيره اشكرك. جدا يعني مش قادرين ان احنا نعم طبعا حتى اقل نسب الاولاد دي كان بيبقى فيه مشكله كبيره يعني. بالظبط تمام. بشكرك الكاتبه الصحفيه الاستاذه هبه عبد العزيز.